مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. ماكرون يتفاجأ بقوة الجالية الجزائرية ويستعطفها بعد قيادتها لكل الجاليات بفرنسا ضد لوبان، وهكذا ردوا عليه ورفضوا طلبه وماري لوبان وحزبها يتوعدون الجزائريين. بداية وبعد التحرك القوي من الجالية الجزائرية حاليا لمحاولة إفشال ماري لوبان وحزبها من الوصول للحكم وانضمام باقي الجاليات للحملة مع الجزائريين الذين يعدون الأضخم هناك، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدخل الخطوة ويحاول استغلال الجزائريين في وجه خصمه وعدوته اللدودة ماري لوبان التي نافسته سابقا على كرسي الرئاسة والآن لتشاركه في الحكم بهذه الانتخابات، رغما عنه لو تمكنت بالفعل من الفوز بها وتمهد مستقبلا حتى لرئاسة فرنسا لو نجحت خطتها. كما أن ماكرون دعوته التي كانت واضحة للجالية الجزائرية التي تقود الجاليات الأخرى الكبرى لكبار الجالية الجزائرية مع اتحاد الجميع على رأي واحد للتصويت ضد ماري لوبان في مشاهد رائعة أخوية بين كل المهاجرين، لكن سرعان ما استنكر ورفض كثيرون تصريحات ماكرون ودعوته لهم للتصويت ضد لوبان، مؤكدين أنهم بالفعل سيصوتون ضد ماري لوبان على أي خيار مطروح لأنهم مرغمين لمحاولة منعها من الوصول للحكم نظرا لبرنامجها الذي سيكون طمة كبرى عليهم وعلى كل الجاليات والمهاجرين الذين ستضيق عليهم كل جوانب الحياة وترحلهم بالقوة، مؤكدين لماكرون أن تصويتهم ضد لوبان ليس حبا فيه، فهو الآخر ضيق عليهم وبطش بهم وترك وزراءه السابقين يتهجمون ويتعنصرون ويتفننون في محاولة إذلال الجاليات والمهاجرين، وكذا ضيق عليهم دينيا وحتى في الأكل الحلال وكل جوانب الحياة. نعم يظل ماكرون هو أقل وطأة وقساوة من لوبان التي وصل بها حد حزبها لمعاداة كل الجاليات، وسيعانون الأمرين ويفقدون كل طموحاتهم وما بنوه كل مهاجرين لسنوات طويلة، ناهيك عن التضييق التام دينا لأقصى حد والتجريد وتمنع أي مظهر وأي مبادئ للجاليات العربية والمسلمة بالخصوص، وهذا فقط ما يفسر لجوء جميع الجاليات للتصويت لأي حزب آخر ولدعمه لماكرون مؤقتا كخيار بديل أقل سوءا نوعا ما من ماري لوبان المتعطشة لطرد ومحاصرة الجاليات، مع العلم أن ماكرون وبمساوئه كلها هو الآخر يعلم جيدا خطر ماري لوبان حتى على أمن واستقرار فرنسا لكونها تستفز كل الجاليات، خاصة وأنها كذلك ضده في العديد من الملفات أبرزها العلاقات الروسية وكذا مع بعض الدول الأوروبية، وستخلق له مشاكل ضخمة جدا بالخصوص مع الجزائر ودول عربية عدة لتفسد عليه أي محاولات بناء علاقات ومصالح، لأن تلك الدول طبعا لن تسكت عليها وتفرض عقوبات وتقطعها، وأولها الجزائر المعلقة أصلا للعلاقات الجزائرية الفرنسية، بما أن ماري لوبان وعلى مدار سنوات طويلة وهي تستفز الجزائر وتدلي بتصريحات رد عليها الرئيس بون في أكثر من مرة، فليس من مصلحة ماكرون لا داخليا ولا خارجيا في فرنسا أن تشاركه الأخير في الحكم بعد ترشيح لعبة مرة لمنصب قيادة القضية الليبية. المغرب يعترض سريعا في مجلس الأمن وهكذا قلب الطاولة عليهم. بداية النظام المغربي يتخبط وعمر هلال يتعرض لصدمة كبيرة، حيث سارع النظام المغربي للاعتراض على طلبات في الأمم المتحدة دعا فيها عدد من المسؤولين هناك لتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رمضان طلع ممرة لتعيينه للتكفل بمهمة القضية الليبية، فترشيح العمامرة سبب حالة صدمة واستنفار لدى المسؤولين المغاربة وعلى رأسهما ناصر بوريطة وعمر هلال اللذان وجههما محمد سادس للتشويش عليه، وهذا لأن النظام المغربي يحاول أن يكون له يد في القضية الليبية ويريد أن يأخذ الدور الجزائري الهام هناك، بما أن الجزائر تتوسط وكذا تدعم الحكومة الليبية الشرعية وفتحت العلاقات والمعابر الحدودية مع ليبيا لفك العزلة الدولية عليهم، كما تعمل الجزائر جاهدة لتسريع بخيار حل الانتخابات الرئاسية وإجرائها في أسرع وقت هناك، إذ أن مهاجمة واحتجاج والاستنفار المخزني على ترشيح العمامرة في الأمم المتحدة جاء لأن المخزن يعلم أن هذا الأمر لن يخدم أجندتهم، بما أن العمامرة لا يزال ثابتا على مواقف الجزائر بخصوص طريقة وسبل الحل في ليبيا والمسار الواجب، فالواجب أن يكون طبعا بعيدا عن محاولات الملك المغربي محمد السادس الذي يحاول إقناع غوتيريش والأمم المتحدة أن يعين مبعوثا مغربيا وليس جزائريا أو أي مبعوث آخر يخدم أجنداته ولا يقطع طريق عليه، لكن طبعا من المستحيل أن يبلغ محمد السادس مراده، خاصة وأن الجزائر لن تسمح للمخزن أن يتدخل في ليبيا، مع العلم أن العمامرة حاليا مكلف من غوتيريش بحل القضية السودانية ويخدم موقف الجزائر، خاصة وأنه يلقى دعما كبير من الرئيس بون وكذا من عمار بن جامع محققا تقدما كبيرا لإقناع الأطراف المتصارعة بالحل.
لهذا مع تقدمه هناك فيها سارعت الأمم المتحدة لترشيح اسم العمامرة لمهمة جديدة في ليبيا. هذا وأظهر الإعلام المغربي صراحة رفض حكومة بلادهم لتعيين العمامرة، خاصة وأن الدور الذي يحاول محمد السادس قيادته في ليبيا لن يناله هو الشعب الليبي بدورهم يثقون في الجزائر ومفوضين إياها لتنجز المهمة وتساعدهم على الخروج من الأزمة التي طالت كثيرا، كما ساعدتهم في أشد الظروف وفكت العزلة نهائيا عليهم، مخلصة إياهم من حفتر الذي عزلته أيضا كليا ورسمت له خطوط حمراء كثيرة، مقلمة أظافر الأخير وقصت حتى النفوذ الإماراتي هناك، وبات حفتر والإمارات لا يتجرؤون على غلق المعابر الحدودية ولا البطش بالليبيين. ما قصة اللقطة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي وسبب الخفض من الرئيس بون على يد أحمد عطاف؟ وحقيقة الإقالة من خبراء يكشفون سر تصرف عطاف ردا على دعاية إعلام المغرب بداية وبعد تلك اللقطة التي ظهر فيها الرئيس بون يخبط بشكل خفيف جدا على يد وزير الخارجية أحمد عطاف ليترك يد رئيس فرنسا ماكرون، كون المصافحة لدى عطاف متمسكا بيد ماكرون مطولا ويهز يده باستمرار إلى أن ضرب الرئيس بون على يده بشكل خفيف ليتركه مباشرة يده. طبعا تحليلات خبراء محايدين كانت بعيدة تماما عن ادعاءات اعلام النظام المغربي الذين روجوا لكون تبون صفحة عطاف، وقالوا ان اقالته حتمية وغاضب منه وغيرها من الهرطقات. اما الواقع حسب خبراء ان سبب الضربة الخفيفة تلك من الرئيس بون لعطاف جاءت ليوقف المصافحة التي طالت فوق اللازم، وعطاف حسبهم تعمد شد يد ماكرون بقوة وهزه باستمرار ومطولا، لأن ماكرون حسبهم كان يضع يده على كتف الرئيس بون مطولا ولم يزيلها، وهو ما قد يكون أزعج أحمد عطاف وضغط على ماكرون لينزعها. بجانب تحليلات أخرى أضافت أن الرئيس بون لم يرد المبالغة في المصافحة الودية من وزير الخارجية أحمد عطاف ممثلا عن الحكومة مع ماكرون، خاصة والقطيعة التامة لرئيس بون مع فرنسا بعد أن ألغى زيارته إلى فرنسا ورفض كل دعوات ماكرون، على إثر الغضب الجزائري الواسع على ماكرون وترى الجزائر في أنه رجل غير نزيه، وكلما كان وعد به في الخصوص في ملف الذاكرة انقلب عليه وعلى مواقفه كالحربة. لهذا الرئيس بون ألغى كل زيارته لفرنسا بعد سلسلة تأجيلات، خاصة بعد أن راح ماكرون يكرم الحركة ويستفز الجزائر في ملف الذاكرة. كذلك مراقبون أكدوا أنه رغم هرولة ماكرون لمقر إقامة الرئيس بون في أكثر من مرة ودخل للقاء به هناك وفي الاجتماع وتعمد الوقوف بجانبه ومرافقته طيلة الوقت، إلا أن الرئيس بون حسبهم لن يتراجع ومتمسك برفض زيارة فرنسا إلى أن يرضخ ماكرون لكل الشروط ويعدل ملف الذاكرة ليطبق كل ما ينتظره من تنازلات، وإلا فالقطيعة مستمرة فلن تفيده حسبهم كل ذلك الود الذي حاول مخازلة الرئيس بون به وتلطيف العلاقات. فالمهم والمفيد الواقع وليس التهريج أمام الكاميرات، إذ أن الجزائر ثابتة ومتمسكة بمواقفها ومبادئها وشروطها. أما بخصوص عطاف فالتأويلات كانت كثيرة، والأخير رجل محنك وله خبرة كبيرة ويثق فيه الرئيس بون كثيرا، معولا عليه لأنه رجل دبلوماسي.